اهلا بكم مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، الاستوديو التحليلي واول ايام الجوله الخامسه من دوري نايل. مباراه منتظره، مباراه الصداره. بيراميدز صاحب المستوى المميز في السنوات الاخيره والمتربع حاليا على جدول الترتيب مع مديره الفني البرتغالي جيمي باتشيكو، بالتاكيد هيكون هدفه اليوم مواصله سلسله الانتصارات بعد ما حقق 3 انتصارات متتاليه. اتعادل في الجوله الاولى مع الزمالك وبعدين انطلق ب3 انتصارات، عشان كده هو النهارده صاحب الصداره ب10 نقط. لكن قدامه ضيف تقيل ومهمه صعبه، المصري بورسعيدي مع علي ماهر، واللي هيكون هو كمان عينه على الصداره بعد ما تجاوز الخساره في اول مباراه في الدوري قدام الاهلي ب4 أهداف مقابل لا شيء، حقق برضه 3 انتصارات متتاليه، وبالتالي هو حاليا في المركز الثالث ب9 نقط. فال3 نقط بتوع النهارده يا هيصدروا بيراميدز لوحده ب13 نقطة، يا هيقربوا المصري من المركز الأول ب12 نقطة، وبالتالي هو لقاء الصدارة جيمي باتشيكو وجها لوجه مع علي ماهر، فمن سيحسم المواجهة؟ لقاء الصدارة، فرقتين من الفرق المرشحة للتواجد في مربع الذهب في النسخة الحالية من دوري نايل، وخلينا نفتكر أو نعرف مع بعض هنشوف إيه في الجولة الخامسة. النهاردة عندنا لقاءين، اللقاء الأول هو بيراميدز في مواجهة المصري بورسعيدي على استاد برج العرب، لقاء بينطلق الساعة 4، الساعة 7 إنبي بيستضيف الزمالك على استاد المقاولين العرب. بكرة عندنا 3 لقاءات، فاركو في مواجهة الجونة على استاد برج العرب، الاتحاد السكندري والمقاولين على استاد اسكندريه، وفي نفس التوقيت زد اف سي في مواجهه سموحه على استاد القاهره الدولي. يوم الاحد عندنا لقاء وحيد، هو لقاء طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا على استاد جهاز الرياضه العسكري. يوم الاثنين بتستكمل مباريات الجوله الخامسه بلقاءين، الداخليه هيستضيف الاسماعيلي على استاد السلام، والبنك الاهلي هيصطدم بمودرن فيوتشر على استاد القاهره الدولي. وعندنا لقاء وحيد مؤجل من الجولة دي، هو لقاء الأهلي مع بلدية المحلة اللي هيقام على استاد القاهرة الدولي، لكنه لسه لم يتم تحديد موعده بعد. جدول الترتيب لحد دلوقتي وبعد انطلاق الـ4 جولات أو بعد انتهاء الـ4 جولات اللي فاتوا، بيراميدز بيتصدر ب10 نقط وعنده الفرصة النهاردة أنه يوسع الفرق. مودرن فيوتشر والمصري ب9 نقط في المراكز الثاني والثالث، الزمالك في المركز الرابع ب8 نقط بنفس رصيد زاد صاحب المركز الخامس، سموحه ب7 نقط في المركز السادس، الاهلي في المركز السابع لكنه لعب لقاءين فقط بالعلامه الكامله ب6 نقط، وبعدين فرقتين ب5 نقط، بلديه المحله في الثامن والاتحاد السكندري في التاسع. وبعدين 4 فرق ب4 نقط، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر، إنبي في الـ11، طلائع الجيش في الـ12، وفاركو في المركز الـ13. فرقتين ب3 نقط، الإسماعيلي صاحب المركز الـ14 والداخلية صاحب المركز الـ15، وبعدين مثلث الخطورة، الجونة من غير ولا فوز في المركز الـ16 بنقطتين، المقاولين في المركز قبل الأخير من غير ولا فوز بنقطتين، وأخيرا البنك الأهلي بعد 4 مباريات ب0 من النقاط في المركز الأخير. بيراميدز برغبة تعزيز الصدارة وأمال تحقيق الفوز الرابع على التوالي، ورغم غياباته المؤثرة والعديدة اللي بيعاني منها النهاردة في مختلف الخطوط، لكن أكيد الفريق بيضم عناصر مميزة يقدر يغطي الغيابات وتقدر تحلله مشاكل كتيرة بالنسبة لباتشيكو. أما المصري فبالتأكيد هيحاول استغلال ظروف صاحب الأرض وغياباته عشان يقدر يفوز النهاردة ويتصدر، والتصدر بالنسبة للمصري هيكون مهم جدا في بداية الدوري الممتاز.